صور المباشرة من محافظة السليمانية، انفجار لخزان غاز بالمحافظة تسبب بانهيار منزل يتكون من 3 طوابق. الأنباء الأولى تشير إلى إصابة 15 شخصا جراء انفجار هذا الخزان. سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث لإغاثة المصابين جراء الأجهزة الأمنية في ذات المحافظة متواجدة، إضافة إلى الدفاع المدني للوقوف على هذا الحادث وإجراء تحقيق جراء هذا الحادث. هو ثاني ربما خلال مدة أقل من شهر. قبل ذلك كان هناك انفجار بالعاصمة بغداد بذات الطريق، خزان أو كان سهريجا للغاز انفجر قرب ملعب في العاصمة بغداد، يتكرر اليوم في محافظة السليمانية. بالتأكيد سنوافيكم بأي تطور وجديد يخص هذه الحادثة. Thank you.